عبر الهاتف ينضم لنا من القاهرة الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي والمحاكمة المحاكم في وزارة العدل المصرية. أهلا بك معنا دكتور صلاح، أو محكم في وزارة العدل المصرية. دكتور صلاح أهلا بك معنا. منظمة العفو الدولية تدعو لتحرك دولي ضد حملة قمع الروهينجا. إذا ما تحدثنا عن إجراء قانوني يمكن أن يتخذه الملف، ما الشكل الذي يمكن أن يأخذه؟ اولا بالنسبه لمشكله الروهينجا والتطهير العرقي الممنهج من سنوات مضت من الجماعه البوذيه او الاسريه البوذيه في بورما، بالطبع هذه تحرك ملفات عديده في القانون الدولي العام، سواء في ذلك حقوق اللاجئين او اذا ما تحدثنا بشكل سريع لكي نقضي على هذه المشكله التي تؤذي، وهناك مسألة ممنهجة في القتل والتعذيب سواء في التنقل أو العمل أو التهجير القسري بأي حال من الأحوال، فيحرك الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويتدخل وبقوة دور المحكمة الجنائية الدولية. فأرى أنه مع الأغلق الاعتبار من الناحية الإنسانية ويخضع هؤلاء المسلمين الأقليين من الروهينجا في بورما إلى اتفاقية اللاجئين عام 51 وتعديلاتها وبروتوكولها عام 67 بالنسبة لحقوقهم داخل الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية اللاجئين داخل البلدان الذين يدعون إليها. نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة الأفراد المتهمين بالتعذيب والإبادة لهؤلاء الاقليين. طيب دكتور صلاح، الفيديوهات التي تابعناها يعني وضع اللاجئين الان في مخيمات بنغلاديش، يعني كيف يمكن استخدام كل هذه الوقائع كتوثيقات لتدعيم هذا الملف؟ اولا هذه المشاهد التي متواجده على شبكه التواصل الاجتماعي والانترنت كتوثيق وموثقه من دوله مثل بنغلاديش التي وقعت وصدقت على اتفاقيه اللاجئين، تقدمها الى الامم المتحده لكي يقدم الى مجلس الامن الدولي لاجراء التحقيق الفوري والعاجل في هذه المساله الخطيره من اجل حاله هؤلاء المتهمين بالتعذيب والتهجير والاباده الى المحكمه الجنائيه الدوليه لمحاكمتهم كمتهمين بجرائم حرب وجرائم اباده امام المحكمه الجنائيه الدوليه، لاننا نعلم انه طبقا لميثاق روما للمحكمه الجنائيه الدوليه لا تجوز احاله المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم اباده الى المحكمه. لكن دكتور صلاح كيف من اين يجب البدء؟ كيف يمكن البدء بهذا الملف؟ يعني من المخول بذلك؟ هل تحرك دولي، مطالبه في مجلس الامن، ام ما المخول بتقديم هذا الطلب حتى لتقديم هذا الملف لمحكمه الجنائيه الدوليه؟ اكثر من جهه، اولا نتحدث عن خلينا نتكلم كقانون دولي بحق حتى لا نتحدث في حديث من جهه انسانيه واجتماعيه اكثر منها، على بعض من الدول العربيه والدول الاسلاميه طلب اجتماع طارئ وعاجل لمجلس الامن لبحث هذه المساله الخطيره التي مرت عليها سنوات والعالم اجمع يغمض عينيه عن هذه الجرائم التي ترتقب بحق الاقليه المسلمه في بورما، الاقليه الروهينجا الذين تم تعذيب، والتعذيب ليس حديثا والقتل ليس حديثا لكن منذ سنوات مضت، وبالتالي هذا يحرك. نعم دكتور. تابع من ميثاق الامم المتحده ومجلس الامن عليه ان يجتمع اجتماع طارئ لبحث هذه المساله والتحقيق الفوري فيها. نعم دكتور. المستندات الموثقه تمهيدا لاحاله هؤلاء المتهمين الى المحكمه الجنائيه الدوليه. شكرا جزيلا لك دكتور صلاح الطحاوي، استاذ القانون الدولي والمحكم في وزاره العدل المصريه، كنت معنا بالهاتف من القاهره.